احنا بنحتفل في تفجير دبابات قصه. تفجير دبابات قصه. بنقول لاهلنا في القدس في الضفه الغربيه اول سريه مقاتله بتطلع من غزة تصل شوارع البلدة القديمة راح تخيم في حارة السعدية في داخل القدس. هاتونا بطوفان هادر هاتونا كإعصار. بل واصلوا الإعداد والتجهيز ليوم تحريركم القريب. أيها الحشد الكريم، يا مقدمة الطوفان الهادر، يا إنذار البركان الثائر، سلام على من يصلون الليل بالنهار وهم يراكمون القوة ويعدون عدة التحرير والعودة تحت الأرض وفوق الأرض، ويتجهزون ليوم النفير. ولا شك أنه قد كان خلال الأشهر الأخيرة عشرات الأحداث والجرائم التي كانت توجب الرد منا، ولكن أدركنا وتقدير استخبارات القسام وأجهزتنا الأمنية أكدت لنا أننا سنكون خلال عام 23 أمام استحقاقات وطنية كبرى، وأن تكون كل قوى المقاومة وكل قوى أمتنا الحية جاهزة للزحف بطوفان هادر لاقتلاع هذا الاحتلال عن أرضنا. وسنأتيكم بإذن الله بطوفان هادر، سنأتيكم بصواريخ دون عد، سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدا بعد مد.